شاكير ابنة الفريق شاكير والأم أسيدة فانتوم الملك أبو نايف أبو موسى من عروض تدريب الصبرات أبو جبل القيادة لأياس أبو جبل تليها صفرة ابنة الفح البرق البريق والأم تحرير الأقصى الملك عبد الله برسالة أبو إبراهيم تحت وطأة وتدريب الصبرات الحلاس والقيادة لمالك سواعد أما ثالث الوافدات إلى ميدان ليالي ابنة شيخ البدو والأم بركة المهار المالك والمدرب محمد رياض بن قيبلي والقيادة لزنون غدير تنتظر دخول المهرة على لنستكمل عدد المشاركات الأربعة بالشوط الثاني كما ونطلب من العم أبو خالد المريسات بتوجيه المهرة حلا إلى الميدان ليتم إطلاق ثاني أشواط هذا المهرجان بعون الله تعالى مهرات الفئة الأولى مواليد عام 2020 نجمة شكير على صفرة وليالي هذه هي أسماء مهرات الشوط الثاني مرة أخرى نطلب من العم أبو خالد مرزات بتوجيه المهرة حلا إلى الميدان ليتم إطلاق ثاني أشواط بطولة ميدان الأحلام بعون الله تعالى هلاف إلى ميدان الأحلام بثاني أشواط بطولة ميدان الأحلام حلا ابنة زعيم المبين والأم سكلاوية الملك أبو خالد مرسات المدرب أيضا أبو خالد مرسات والقيادة لكريم شعبان هلا يا اختيار على الزعيم مالك سواعد على صهوة صخرة وزنور غدير على صهوة ليالي مهورات الشوط الثاني تشيع نحو جهاز الانطلاق بثاني أشواط بطولة ميدان الأحلام بشوط الفئة الأولى لمهورات مواليد عام 2020 أولى المنطلقات نجمة شكير ابنة بريق شكير والأم أسيل الفانتوم الملك أبو نايف تحت وطأة وتدريب اسطبلات آل أبو جبل والقيادة لأياس أبو جبل تليها صخرة ابنة برق البريق والأم تحرير الأقصى الملك عبد الله مرسات أبو إبراهيم تحت وطأة وتدريب اسطبلات الحلاس والقيادة لمالك سواعد رشا سيرين ابنة ترو سيرين والأم سهارة المالك خالد جواميس المدرب والخيال أو السواعد على صهوة المهرة رشا سيرين خامس وآخر المنطلقات بعملية الإحماء نحو جهاز الانطلاق كان الأحلام لحظات لتتمركز الفرسان بالفعل تقرع بوابات ميدان الأحلام على بركة الله تعالى بانطلاقة موفقة لصخرة برفقة الفارس مالك سواعد تنقض على صدارة الشوط بصراع ثنائي وبدخول ثنائي مع حلا الزعيم كريم شعبان يقتنى صدارة الشوط بالمراحل الأولى من هذا السباق لترفع وثيرة الشوط نجمة شكير تتقدم نحو المرتبة الثالثة مع أياس أبو جبل بهذا الثلاثي قرابة المنعطف الأول حلا الزعيم ما بين المنعطفين تقود المهرات قرابة المنعطف الثاني والأخير صخرة بالمرتبة الثانية ونجمة شكير بالمرتبة الثالثة شاهد هذا الثلاثي ما بين المنعطفين قرابة المنعطف الثاني والأخير صخرة تقلص الفارق شيئا فشيئا برفقة الفارس مالك سواعد تتقدم نحو صدارة الشوط بهذا الثنائي الصاروخي ما بعد المنعطف الثاني والأخير كريم شعبان مالك سواعد نجمة شكير تندفع من الداخل حلا الزعيم تأمى التنازل عن صدارة الشوط صخرة وحلا الزعيم بصراع على لقب البطولة صخرة وحلا الزعيم بصراع على عرش بطولة ميدان الأحلام صخرة وتقدم بصدارة الشوط برفقة الفارس المخضرم مالك سواعد صخرة وحلا الزعيم ونجمة شكير صخرة بصدارة الشوط تقتنص لقب بطولة ميدان الأحلام نجمة شكير وحلا الزعيم بهذا الثلاثي المثير بهذا الثلاثي الخطير بهذا الثلاثي الكبير تكتمل الإثارة شيئا فشيئا على ميدان الأحلام تشتد المنافسة دائما بأشواط مسك الختام ولكن ببطولة ميدان الأحلام تشتد المنافسة بفاتحة أشواط هذا المهرجان صخرة بصدارة الشوط الثاني لتتوج بطلة ميدان الأحلام مبروك ألف ألف مبروك لعبد الله مرسات أبو إبراهيم مبروك لاسطبلات الحلاس مبروك للمدرب المخضرم الكبير خالد حلاس أبو عاطف مبروك لصخرة بقيادة موفقة وحكيمة من الفارس المخضرم مالك سواعد على صهوة صخرة بصدارة الشوط يتوج خيول هذا الشوط ويتوج بطلات هذا الشوط الحاج عبود الزعبي أبو محمد والعم أبو صالح والأخ أبو حسين مبروك ألف ألف مبروك مبروك حبايبنا
مبروك للعم عبد الله مرسات ابو ابراهيم، مبروك حبيبنا ابو خالد، مبروك لابطال الشوط الثاني. اذا كان الدخول ثلاثي حتى الرمق الاخير بل يكون التتويج ثلاثي بروح رياضيه اخويه وبلفه طيبه ومباركه من ملاك ومدربين هذا الشوط. صخرة حلت بصدارة الشوط ابنة بطل أبطال الميادين المعروف برق البريق وابنة بطلة الميادين المعروفة تحرير الأقصى نجمة شكير حلت ثانيا وحل الزعيم حلت ثالثا. فليتفضلوا ملكات الشوط الثاني إلى منصة التتويج. مبروك ألف 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 مبروك لعبد الله مرسات أبو إبراهيم واسطبلات الحلاس، مبروك لصخرة، مبروك ألف ألف مبروك. صوت العم ابو خالد مرسات، مبروك الف الف مبروك لصخره بطله ميدان الاحلام بثاني اشواط بطوله ميدان الاحلام بشوط مهورات مواليد عام 2020. كما اسلفت العم ابو خالد مرسات بروح رياضيه اخويه يتوج ملكه ميدان الاحلام. مبروك حبيبنا ابو ابراهيم عبد الله مرسات، مبروك لصخره، مبروك الف الف مبروك لاسطبلات الحلاس وبقياده الفارس المخضرم مالك سواعد على صهوتها يقتنص لقب البطوله. مبروك ألف مبروك. إذن أما صاحبة المرتبة الثالثة يشيعها إلى منصة التتويج فارسها مالك سواعد. كانت من نصيب حلا الزعيم ابن الطائر الفينيق زعيم المبين والأم سكلوية المالك والمدرب العم أبو خالد مرسات، يتوجها الأخ عبد الله مرسات أبو إبراهيم. بارك الله فيك حبيبنا أبو إبراهيم مشكور بروح رياضية أخوية تتوج ملكات الشوط الثاني. أما صاحبة المرتبة الثانية والتي اندفعت في الرمق الأخير كانت من نصيب نجمة شكير ابنة بريق شكير والأم أسيل الفانتوم أبو إبراهيم. إذن نائبة البطلة كانت من نصيب نجمة شكير ابنة بريق شكير والأم أسيل الفانتوم. مبروك حبيبنا ابو نايف، مبروك حبيبنا ابو رواد، مبروك لفرسان عروض نجمة شكير ممثلة فرسان عروض هذا اليوم على ميدان الاحلام. تكتفي بنائبة بطلة هذا العام بشوط الفئة الاولى على ميدان الاحلام. مبروك الف الف مبروك. يتوجها الاخ عبد الله مرسات ابو ابراهيم مالك بطلة هذا الشوط صخرة. مبروك الف مبروك. مبروك حبيبنا ابو رواد، مبروك ابو نايف، مبروك لفرسان عروض اجمعين. ممثلة فرسان عروض هذا اليوم نجمة شكير تتألق بالشوط الثاني وتكتفي بنائبة بطلة هذا العام. مبروك ألف ألف مبروك. مبروك لأهالي مرسات أجمعين، ألف المبروك للأخ أبو إبراهيم عبد الله مرسات مالك بعض الخيول ما شاء الله من أبطال في عالم السباقات والميادين محلة محمود أبو الورد من قلنسوة. كل ما يلزم للخيول ما شاء الله تبارك الله يقدمون اليوم في نهائيات ميدان الأحلام عدة جوائز عبارة عن مجموعة فيتامينات